هاي يا جماعه، فيديو النهارده هنتكلم عن اللاكي جيرل سيندروم. مين هي البنت المحظوظه؟ ازاي بتنال كل اللي هي عايزاه؟ لو انت فتحتي الفيديو ده اعرفي ان انت عايزه تكوني نفس النوعيه من البنات دي. النهارده هنتكلم عن اللاكي جيرل سيندروم. مين هي البنت المحظوظه؟ مين هي اللي بتقدر تحصل على كل حاجه بتتمناها، كل حاجه بتتخيلها، كل حاجه حاطاها في احلامها وامانيها وبتقدر توصل لها؟ فلو انت فتحتي الفيديو ده عشان العنوان شدك فاعرفي ان انت عايزه تكوني لاكي جيرل في حياتك، والفيديو ده هيفيدك جدا في حياتك ان انت ازاي تقدري تحققي كل حاجه انت بتتمنيها وبتتخيليها وعايزه توصلي ليها. فده اكبر دليل ان انت عايزه تكوني حاجه كبيره في الحياه وتحققي نفسك. وحابه اقول لك كمان ان انا فخوره بيكي. كملي الفيديو ده للاخر عشان انت كمان تبقي فخوره بنفسك. السؤال: هل اي بنت تقدر تبقى لاكي، تبقى محظوظه في الحياه؟ الاجابه ايوه. طيب اي حد؟ لا، في شروط عشان تبقي بنت محظوظه، البنت اللي بتقدر تحقق كل حاجه لنفسها، كل حاجه بتتمنيها. على سبيل المثال جورجينا جايه من عيله بسيطه جدا، من عيله فقيره، اشتغلت على نفسها، معروفه جدا ان هي صديقه او حبيبه كريستيانو. ابتدت حياتها من الصفر، بدات حياتها لما انا كنت بتفرج على الدوكيومنتري بتاعها. هي كانت بنت طموحه، كانت بتحب الحياه وبتحب اللكجوريوس لايف ستايل، فبدات تشتغل على نفسها. كانت الاول بتشتغل في محلات عادي، بعد كده هي كانت حابه تكون، يعني كانت بتحب تكون يعني اللكجوريوس لايف ستايل، بتحب حياه السليبرتيز، بتحب حياه المشاهير. فاللي هي عملته ان هي راحت اشتغلت في محل براند مشهور بيبيع شنط عشان تبقى يعني معاصرة للحاجة اللي هي بتحبها. اي نعم هي ما كانش معاها فلوس ان هي تشتري الشنط اللي هي كانت بتبيعها في المحل اصلا، وان هي كانت تتقبل في المحل ده ان هي تبقى تبيع في المحل البراند المشهور ده، كانت خطوة بالنسبة لها مش سهلة ان هي اضطرت تتنقل من بلدها لبلد تانية، تسافر لوحدها تعمل الانترفيو بتاعها ده عشان تتقبل ان هي تبقى زي ما بنقول عليها بياع في محل الشنط البراند المشهور ده. ما كانتش سهله ان هي عملت خطوه وطلعت من الكومفورت زون بتاعتها، ان هي سافرت من بلدها لبلد تانية، واضطرت ان هي يعني كانت اعتقد ان هي كانت بتشتغل في وظيفه اخرى، فان هي عملت هولد للوظيفه الاخرى عشان تتاكد ان هي هتتقبل في المحل او الوظيفه اللي هي مقدمه عليها ان هي تبقى بياع في محل الشنط. وبالفعل اتقبلت وعاشت لوحدها في البلد اللي فيها المحل ده. وبالصدفة وهي وسط ما هي بتحب الحاجات الغالية اللي هي ما بتقدرش تشتريها بس كانت بتبيعها، فهي كانت مبسوطة ان هي موجودة في الاجواء واللي هي بتحبها وبتتمناها. وفي نص الطريق او في نص الحياة بالصدفة اتقابلت مع كريستيانو، وده كان بداية القصة بتاعتها ان هي كانت بايعة في محل وكريستيانو كان جوه المحل بيشتري حاجات وشافها واعجب بيها وبدأت قصة الحب ما بينها. العبرة من الموضوع او القصة اللي انا حكيتها عن جورجينا ان اي طموح او اي حلم بيبدأ بخطوة، وهي كانت خدت الخطوة ان هي بدأت طلعت من الكومفورت زون بتاعتها ان هي راحت تسافر بلد تانية عشان تقدر تشتغل في المحل اللي هي كانت بتتمنى ان هي تشتغل فيه، وبدأت تعتمد على نفسها. وان انت تبقي عايشة لوحدك ومعتمدة على نفسك دي مش حاجة سهلة، ان دي خطوة كبيرة جدا ان انت تقدري تعيشي وتعتمد على نفسك. بالنسبة للأجانب أسهل بكتير من العرب، بس أنا بتكلم بصفة عامة إن هي لو أنت كنت شفت الدوكيومنتري الفيلم بتاعها تعرفوا إن هي خدت خطوة إن هي تطلع من الكومفورت زون. فالعبرة من القصة كلها إن أي حلم بيبدأ بخطوة، فأنت لازم تاخدي الخطوة دي تجاه الحلم بتاعك. أول حاجة أنت محتاجة تعرفي إن أنت تكوني عايزة إن تبقي إنسانة محظوظة، أنت من جواكي كده حاسة ونفسك ان انت تبقي انسانه محظوظه. في مثل مشهور جدا بيقول لك افضل طريق لتخيل مستقبلك ان انت تخلقيه، فان انت محتاجه تخلقي الحظ لنفسك. فعرفي ايه معنى ان انت تبقي انسانه محظوظه، لان التعريف بيختلف من انسان لاخر. يعني انا عشان اكون انسانه محظوظه انا مثلا كان نفسي اسافر والف في العالم، فانا دلوقتي حققت الحلم ده فانا انسانه محظوظه. بالنسبه لك انت لعبه الحظ او ان انت تكوني انسانه محظوظه، بنت او ولد محظوظ، دي بتختلف من شخص لاخر. فانت محتاجه تحددي يعني ايه كلمه الحظ بالنسبه لك، ايه اللي انت محتاجاه يحصل لك عشان تحسي ان انت انسانه محظوظه وكل حاجه بتحصل لك بتتمنيها بتجيلك وبتحصل لك. يعني هتقولي لنفسك، هتسألي نفسك سؤال كده: انا عايزة اكون محظوظة في ايه؟
فهتجيبي ورقه وقلم دلوقتي وانا بعمل الفيديو، جيبي ورقه وقلم دلوقتي، اعملي بوز للفيديو، روحي جيبي ورقه وقلم ونبدا نكتب مع بعض الحاجات اللي احنا نفسنا تتحقق، او لو اتحققت لنا هنحس ان احنا ناس يعني محظوظه. لان احساسك بنفسك ان انت انسانه محظوظه ده بيجلب الحظ اكتر واكتر، وبيجيب لك كل حاجه انت بتتخيليها. زي ما قلت لكم قصه جورجينا، منين لفين كانت بياعه شنط، دلوقتي هي اللي بتشتري الشنط. يعني هي ما كانتش قادره ان هي تشتريها، فهي تواجدت في المكان اللي هي بتحبه بتحس فيه الفايبس. بعد كده هي عندها دلوقتي يعني دولاب مليان شنط، فهي حتى هي بنفسها بتقول انا ما كنتش بقدر اشتري الشنط دي، دلوقتي انا بشتريها، يعني كنت ببيعها دلوقتي انا بشتريها وعندي منها كتير جدا. انت كمان تكتبي على الورقه والقلم دلوقتي قدامي ايه هي الحاجات اللي انت نفسك تحققيها، ايه الحاجات اللي انت بتحلمي بيها، ولو اتحققت لك هتحسي ان انت محظوظه وقادره. لان انت لما بتحسي ان انت، انا الفكره كلها ان انا عايزاكي تكذبي الطاقه الايجابيه دي عندك وتخليها جواكي، لان طول ما انت حاسه ان انت انسانه محظوظه ده بيجلب الحظ اكتر واكتر. وكنت قبل كده عملت لكم فيديو كبير كسر الدنيا على المانيفستيشن، هحط لكم اللينك بالديسكربشن بوكس، لازم تتفرجوا على الفيديو ده بعد الفيديو ده، لان ده برده هيغير معايير كتيره في عقلكم وهيساعدكم شويه اكتر ان انتوا ازاي تقدروا تعملوا مانيفستنج كل حاجه انتوا بتتخيلوها وبتحلموا بيها. ففكره ان انت تحسي ان انا انسانه محظوظه بقدر احقق كل حاجه، ده بيجيب لك طاقه ايجابيه وبيخليكي انسانه متفائله، فبتحسي ان انت بتجذبي كل حاجه حلوه انت بتتخيليها ونفسك تحققيها. فلو انت لغايه دلوقتي انسانه تايهه مش عارفه تكتب ايه هي الحاجات اللي هي عايزاها ونفسها تحققها، او لو انت حاسه ان انت كل الناس عندها اهداف واحلام وانا بس اللي ما عنديش اهداف واحلام، لا انت محتاجه تعجزي معايا فيديو كول، تتكلمي معايا، يعني هنتفرنق كل حياتك، هنحط لها خطه، هنرتب كل الستبس اللي انت بتاخديها في حياتك عشان يعني هنكتشف ايه الباشن بتاعك، الهدف بتاعك، هنكتشف ايه الحاجات اللي انت عايزه تحققيها، وبعد كده نحط خطه عشان تقدري تحققي الهدف او الحلم اللي انت بتتمنيه. فطبعا تقدروا تتواصلوا معايا على الانستجرام، تبعتوا لي اي رساله ونبدا ايه نتكلم وندردش في قصه حياتك وايه هي الاماني والاحلام اللي انت بتتمني تحققيها. فانت دلوقتي قدامك الورقه والقلم، اكتبي كل الخطوات اللي انت محتاجيها او انت عارفه ان انت محتاجه تاخديها عشان توصلي للهدف في الحلم بتاعك ده. هل هو الهدف اللي انت عايزه توصلي له محتاج فلوس؟ هل هو محتاج شغل؟ هل هو محتاج خبره؟ هل هو محتاج مهاره؟ هل هو محتاج حظ؟ هل هو محتاج ايه؟ فانت تكتبي الحاجه اللي انت بتحلمي بيها وبتتخيليها، تكتبيها على تايتل او حاجه هيدلاين كبير كده، انا عايزه كذا، والحاجه دي عشان اوصل لها واحققها محتاجه 1 2 3. فهنبدا نشتغل على كل بند من البنود اللي احنا كتبناها تحت الهدف الاساسي. اهم حاجه في الموضوع ده ان احنا نكتب كل حاجه بالتفصيل الممل، كل خطوه خطوه بالتفصيل الممل، تكتبي هدفك وحلمك بالتفصيل الممل. لازم يكون عندك كلير ايمج للهدف والحلم اللي انت بتتخيليه، لان انت لما بيبقى عندك كلير ايمج للهدف والحلم اللي انت بتتخيليه، سبحان الله جسمك وعقلك وروحك بيتحول كانه كده زي الماتور بيشتغل تجاه الهدف بتاعك، فبيسخر كل حاجه جواكي اوتوماتيك تجاه الهدف والحلم اللي انت نفسك تحققيه. دايما زي ما بقول بالاصرار والعزيمه والاستمراريه، لان معظم الناس اللي بيبقى عندها اهداف بيجي في نص الطريق تحس ان هو يا انا لسه هدفي بعيد شويه، انا كسلت. اعرفي ان انت بينك وبين تحقيق الحلم بتاعك خطوه، ما تيأسيش ولازم تستمري لغايه ما توصلي للحلم، لغايه ما تحسي ان انت فخوره بنفسك. حلو جدا ان انت تتابعي ناس ناجحه في حياتها، لان ده بيقول لك او بيديكي دليل ان اي حد يقدر يحقق نفسه، وبالاخص الناس اللي بدات من الصفر، اللي بدات تعمل حياتها من لا شيء، فده بيديكي الهام وانسبيريشن ان انت كمان تقدري تحققي، مفيش حاجه مستحيل. طول ما انت بتفكري في الحاجه وبتتخيليها، عقلك يقدر يسخر جسمك وطاقتك كل حاجه فيكي اتجاه الهدف والحلم بتاعك ده. زي ما انا كده قدرت احقق اهداف كتير، انا يعني كانت اكبر خطوه، يعني انا عندي كده اهداف ثلاث حاجات انا حققتها في حياتي، هي دي كانت القفزه اللي خلتني انا دلوقتي، وان انا احس ان انا انسانه ناجحه، وان انا دلوقتي بقيت بحقق احلامي، وان انا بقدر اسافر والف العالم واتفسح واعمل فلوس واعمل بيزنس واعمل كل ده. فانت كمان تقدري، لان انا جايه لك
من فوق. انا كنت بقول لك انا كنت تحت في نهاية يعني في الطريق، يعني في بداية الطريق وجايه لك بعد ما حققت نفسي، انا جايه دلوقتي اساعدك واشدك لفوق معايا عشان اقول لك ان كل حاجه تقدري انت تحققيها طول ما انت عندك خطه. بس قبل الخطه لازم انه يكون عندك اهداف او هدف تحققيه، بعد كده بتحطي له الخطه، بعد كده بالاستمراريه والعزيمه تقدري توصلي للهدف اللي انت بتتخيليه، وبالتالي هتحسي وقتها ان انت انسانه محظوظه. شوفي كم حد كده انت عامله له فولو على الانستجرام بتقولي يا بخته الانسان ده هو محظوظ. اقعدي تعبسي كده في قصه حياته، شوفي قصه حياته كده من ورا، هل هو يعني الشخص ده اتولد في بقه معلقه دهب، ولا هو سعى وتعب وكان عنده خطه وهدف وكان كل اللي حواليه بيحبطوه واستمر على خطته واستمر على هدفه واستمر على العمل والجهد ان هو يوصل للهدف والحلم بتاعه. ودلوقتي بقى حاجة انت بتشوفيهم دلوقتي لما هم بقوا حاجة، بس عشان انت تحسي من جواك ان انت مش لوحدك، شوفي الناس دي بدايتها كانت صعبة قد ايه. انا بقولك انا بدايتي كانت اصعب حاجة جدا، صعبة جدا. فانت لو كنت متابعيني من الاول وشفت الفيديوهات القديمة كلمتكم عن قصة حياتي ازاي بدأت من الصفر وازاي استقليت بنفسي وازاي بدأت احقق نفسي واسافر، هتعرفي ان انا حياتي في البداية ما كانتش سهلة خالص. انا حققت نفسي بنفسي لغاية ما بقيت حاجة انا حاسة ان انا فخورة بيها، وحاسة ان انا دلوقتي البنت المحظوظة اللي بتقدر تحقق كل حاجة لنفسها، وبحس دايما ان انا الحظ جاي في صفي وان كل حاجة انا بتمناها بتتحقق لي. انت كمان تقدري، وانت كمان تستاهلي ان انت تكوني البنت المحظوظه اللي بكل حاجه بتتمناها بتحصل لها، ان الحظ بيجري وراها. فخليكي انت البنت المحظوظه اللي بتقدر تحقق كل حاجه لنفسها، خلي الحظ هو لعبتك ان انت تقدري تكوني تقولي عن نفسك انا انسانه محظوظه، انا كل حاجه بتحصل لي، انا كل حاجه بتمناها بتجيلي. خليكي البنت المحظوظه اللي مش مستنيه حد ان هو يحقق لها اي حاجه، اللي تخليكي البنت المحظوظه اللي بتجلب الحظ لنفسها وبتجيب لنفسها كل حاجه، مش مستنيه حد او فلان او علان يساعدها عشان تحقق احلامها او تجيب حاجه كانت نفسها فيها. لو انت نفسك في عربيه، نفسك في بيت، نفسك في فلوس، نفسك في سفره، نفسك في اي حاجه، انت البنت اللي تقدري تجيبي لنفسك او تحققي كل حاجه لنفسك بنفسك، ما تستنيش ابدا حد، لان هتفرق جدا لو حد بيجيب لك الحاجه دي. مش نفس احساس لما انت بتجيبي الحاجه دي لنفسك وبتحققي نفسك وذاتك. اي حد بعد كده بيدخل في حياتك بيبقى كماليه عدد، بس انت لازم تقوي بنفسك وتكبري بنفسك وكوني البنت المحظوظه اللي بنتكلم عليها طول الفيديو. خليكي البنت المحظوظه اللي كل الناس حاطه عينيها عليها وبتتمنى تبقى زيها، زي ما انت عامله فولو الناس على الانستجرام نفسك تبقي زيهم، انت كمان تستاهلي تبقي زيهم، وناس تانية تبص عليك وتشوفك اوه واو انا نفسي كمان ابقى زي البنت دي. زي ما قلت لك اكتبي كل احلامك واهدافك على الورقه وقلم، علقيها قدامك، ويا سلام بقى لو عملت لهم فيجن بورد حطيتي الصور لكل حلم وهدف انت بتتخيليه، وكنت عملت لكم فيديو كامل على الفيجن بورد وازاي مشاهير كتير جدا لغايه دلوقتي يعني معاهم ملايين وبيحققوا كل حاجه، ولغايه دلوقتي مصممين كل سنه بدايه سنه جديده بيعملوا فيجن بورد عشان يقارنوها في اخر السنه يشوفوا هم حققوا منها كام حاجه. انت كمان محتاجه يكون عندك فيجن بورد ويكون عندك بلان ان كل اهدافك واحلامك تحطيها قدامك وفي كل حته كده تروحيها، تبقى حتى لو هي مش قدامك فعليا بس كده انت شايفاها، محدش بيشوفها غيرك. يعني انت انا كده انا وانا بكلمكم انا شايفه احلامي وطموحاتي على ورقه مكتوبه ما بيني وما بينكم، انتوا مش شايفينها بس انا شايفاها، لان من كتر ما برددها على نفسي ومن كتر ما انا كل يوم بصحى بشوفها وكل يوم بصحى بانتنشن ان انا عايزه اشتغل النهارده كويس جدا تجاه الهدف والحلم الكبير اللي انا بتمناه، انت كمان محتاجه يكون عندك الانفيزابل بلان دي، تحطيها في عقلك، تحطيها طول ما انت ماشيه في الشارع، طول ما انت رايحه اي مكان، رايحه كورس، رايحه الكليه، رايحه الشغل، رايحه السوبر ماركت، رايحه اي مكان، دايما خليها قدام عينك وشايفاها، بحيث ان انت كل حركه انت بتعمليها خلال يومك بتكون تجاه الهدف والحلم اللي انت بتتمنيه، عشان تكبري بنفسك، عشان تبقي البنت المحظوظه، عشان تبقي انسانه ناجحه وتقدر تحقق نفسها، وتبقى الاهم من ده كله انك تكوني فخوره بنفسك. اعرفي ان كل حاجه في بدايتها بتبقى صعبه جدا، بس بعد كده اول حاجه كده تركب تحصل معاكي لعبه الحظ.
الحظ بتيجي لك، كل حاجه بتلاقيها بتكر معاكي، كل حاجه انت بتتمنيها بتجيلك، نفسك في عربيه بتجيلك، نفسك في بيت بتجيلك، نفسك في شريك حياه بيجيلك، كل حاجه هتجيلك. بس لازم من جوه انت تصلحي نفسك، تبقي انسانه متفائله، تستخدمي المانيفستيشن زي ما انا قلت لكم في الفيديوهات اللي انا عملتها عن المانيفستيشن، ازاي تستخدميه صح، وازاي تعملي السكيدول بتاعه، او ايه هي الخطه بتاعه المانيفستيشن. اللينك في الديسكريبشن بوكس، وبرده فيديو الفيجن بورد هحطه لكم في الديسكريبشن بوكس. واعرفي ان انت لو كملت الفيديو ده للاخر فانت فعلا من جواكي من اعماق قلبك نفسك تكوني انسانه محظوظه، انسانه ناجحه. وانا بقول لك انت هتبقي في يوم من الايام انسانه ناجحه وانت قدها. ده كان فيديو النهارده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا، واديت لكم شويه معلومات صغيره تقدر تديكم موتيفيشن وانسبيريشن ان انتوا تشتغلوا على نفسكم تجاه الحلم بتاعكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس الاشعارات. انا دايما بنزل فيديو هنا على الاغلب في الاسبوع، واحد عن جيرل ستوك والتاني بيبقى عن حياتي في السفر واللايف ستايل بتاعي. وما تنسوش تتابعوني على الانستغرام لاني دايما بنزل لكم ستوريز عن اللايف ستايل بتاعي في السفر او الحياه الصحيه، او دايما يعني هديكوا انسبيريشن ان انت تكوني البيست فيرجن اوف يو. ولو عندكم اي اسئله اكتبوها لي في الكومنتات وانا هرد عليكم، ولو حابين تتكلموا بشكل برايفت اكتر معايا نقدر، ابعتوا لي على الانستغرام نحجز فيديو كول مع بعض، احط لك خطه بلان لحياتك كلها، واساعدك ازاي تحطي رجلك على بدايه الطريق الصح اللي يوصلك لتحقيق كل اهدافك. واشوفكم في الفيديو ده. اول حاجه لازم تكوني ان انت اول حاجه ان انت تكوني عايزه تكوني انسانه، اول حاجه ان انت محتاجه تكوني او تعرفي ان انت تكوني عايزه ان تبقي انسانه.